مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. والنهارده حلقه جديده هنعمل فيها برضو وصفات توفيريه جدا جدا جدا. عاملين هقول لكم عاملين مقلوبه، بس مقلوبه باللحمه المفرومه، ما فيش فيها غير 350 جرام لحمه مفرومه. عاملين زي الطبخه كده عدس اصفر بالبطاطس والفراخ تحفه، حاطين برضو فيه نص كيلو وراك فراخ. وكل الوصفات اللي عاملينها النهارده ممكن يتشال منها اللحوم تماما، تتزود تتنقص تتبدل تتغير قطعيتها، مفيش مشكله ابدا. وعاملين فتت حمص بالبتنجان والزبادي من غير اي لحوم. ان شاء الله الوصفات تعجبكم وهتكون لذيذه جدا. وما زلنا الاسبوع ده مستمرين على الاكل الموفر اللذيذ جدا، مفيش فيه اي تضحيه بالنكهه او بالطعم او بالشكل. شكله جميل، وزي ما انتم شايفين الحلقات اللي فاتت الاكل فعلا شكله جميل جدا، بس في المعقول جدا في التكلفه. وقبل ما نبدا تعالوا نبدا كده بعباره حلقه النهارده عشانها جميله قوي. ان كنت تملك الكثير اعطي من اموالك، وان كنت تملك القليل اعطي من قلبك. انا عارفه انه يبان كلام افلاطوني جدا، بس هو الفقير الحقيقي هو فقير القلب مش فقير المال ابدا. في ناس امكانياتها الماديه اقل من القليل، ولكن كميه اللي بيدوه من قلوبهم يعني فيها غنى العالم كله. والعكس، في ناس اغنياء المال جدا ولكن عندهم بخل في المشاعر وفي العطاء مش ممكن تتخيلوه، لدرجه انكم ما تقدروش تعاشروهم، ما تبقوش عايزين تكلموهم، لما تشوفوهم كده تتقبضوا من كتر ما هم بيبخلوا بقلبهم. فهو الغني الحقيقي بجد والله غني القلب وغني الفكر كمان، مهم جدا. لان انا ممكن يكون عندي كل اموال الدنيا بس ما عنديش الفكر اللي يخليني استغلها صح، ما عنديش الفكر اللي يخليني اعيش حياه كريمه، ما عنديش الفكر اللي يخليني احافظ على المال ده. فعمر ما تحس ان انت فقير او امكانياتك محدوده الا لو كان قلبك قليل. طول ما قلبك كبير وبيدي كتير فانت من اغنى الاغنياء، وربنا يغنيكم جميعا في قلوبكم قبل فلوسكم. يلا بينا نبدا بايه؟ نبدا بالمقلوبه. المقلوبه يا جماعه من اكلاتي المفضله، وهي اكله بتعملها كل بيت في بلدان الشام، بيعملوها لبنان وسوريا والاردن، كله بيعملها، وكله بيعملها بطريقته، وكله بيعملها باضافاته. حتى لما بتاكلوها في مطاعم شاميه كل مطعم بيعملها بطريقه شكل. فالنهارده احنا عاملين المقلوبه اللي لونها اصفر شويه. في مطاعم سوري مثلا كتير بتعمل المقلوبه اللي بيبقى الرز عليه قرفه بس، جميله برده. النهارده عاملينها صفرة هتبقى جميله جدا جدا. وتعالوا نشوف المقادير. عندنا 350 جرام من اللحمه المفرومه، ومزودين بقى في الخضار عشان نعوض نقص اللحمه وهتبقى روعه. 4 كوبايات من الرز المصري، وراس قرنبيط مقطعينها زهرات وسلقينها نص سلق، 3 بتنجانات رومي شرايح سميكه وشوينها الشرايح سميكه ومعفرينها بالدقيق وقليينها. شرايح سميكه ليه؟ عشان ما تتهريش وسط المقلوبه وتبقى دايبه خالص. 4 طماطمات شرايح، و4 فلفلات رومي شرايح، 8 فصوص ثوم مفروم شرايح برضو، 4 بصلات شرايح ومقطعينها دواير كده، نص كوباية فول سوداني محمر للتقديم وده اختياري تماما، سمنة، و4 كوبايات من المرقة، وورقتين من اللورة، ومعلقتين صغيرين من القرفة الباودر، نص معلقة صغيرة من الحبهان الباودر، معلقة كبيرة من السبع بهارات، معلقة صغيرة من الكباب الصيني، معلقة صغيرة من الكركم، ورشة من جوزة الطيب، وملح وفلفل اسود. والمقلوبة بتاعتنا ليها كذا خطوة. أول خطوة إن أنا عايزة أجهز حلة. فأدي الحلة. حلتي جنبي كده عشان هرص فيها كل حاجة. ما دي كبيرة يا حبيبتي، مالها فين؟ ايه ده ما شاء الله، هي غيرت الكارير ولا ايه؟ طب مش لما تفلح في الاولاني الاول نغير لها واحد تاني؟ هي عارفه ان انا مش هعتقها صح يا يوي؟ دي ياسمين يا جماعه، انا لو ما جيتش الشغل نكدت على ياسمين احس ان يومي ناقص حاجه، وحتى بره الشغل والله صح يا ياسمين. انا عارفين لو ما قعدتش شرازي فيها هي هتفتكرني عيانه مش كويسه متضايقه. بس فيعني ياسمين لسه كنت بقول لها نفس الكلام ده وهقوله لكم، هي اصغر من اختي الصغيره. يعني انا اختي الصغيره مريم عندها 30 او 31 سنه يمكن، فياسمين اصغر منها، فانا بعامل مريم اسوا ما بعامل ياسمين اسوا ما بعامل مريم. ومريم ممكن تبقى تحكي لكم انا بعمل فيها ايه بقى. ما ده غصب عنها حضرتك، هو بمزاجها اصلا هي هتختار كمان.
يلا رصينا البصل مش هعمل فيه اي حاجه، انا برص الرصه اللي تحت دي اللي هتأمني المقلوبه تمام. هرص الطماطم كمان، عايزه بس احط ووك تسخن على النار. ايوه حبيبتي. ايه حاجه بدبس الرمان؟ يا نهار ابيض، يا سلام، من عينيا الاثنين نعمل لكم حاجه بدبس الرمان. يلا عليت النار على الوك علشان عايزه اجهز فيها اللحمه، فانا حطيت بقى ايه شرايح الطماطم. اتفضل يا فندم، تعالى. حاضر، انت حلو كده هنا؟ حلو، يلا مش حرمك من حاجه. يلا احنا طبعا حمدي بيعمل كل ده ليه؟ عشان يوريكم اللي بيحصل جوه الحله. انا رصيت البصل وبرص دلوقتي شرايح من الطماطم. غطوا القاع خالص عشان تضمنوا ان مفيش رز يمسك تحت في الحله، فما تيجوا تقلبوا تعصلج معاكم. لا مفيش عصلجه باذن الله، تقلب معانا زي الفل. كنت افضل طبعا اني استخدم حله مدوره، بس يعني مش مشكله، تمام، بيبقى شكلا بس مش اكتر، بس برضه هتبقى حلوه كده. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعد الطماطم هحط الفلفل. الخضار كله ني يا جماعه، عايزين تقلوا الفلفل ممكن، بس انا بحسه بصراحه ني بيدي طعم روعه في المقلوبه. بنوزعه كده بس نطمن ان كل حته فيها فلفل. وهاجي بعد كده احط البتنجان وانا كده بحط البتنجان اجي اجهز اللحمه. هحط للحمه شويه سمنه، عايزه اشوحها اديها تشويحه، فهاخد شويه سمنه كده وانا مش هاخد سمنه على قد اللحمه، بس انا هاخد سمنه على قد اللحمه والرز عشان انا عايزه ادي تشويحه للرز مكان اللحمه. وما عندكوش فكره دي هتودي الرز ده في حته تانيه ازاي، هتخليه حاجه كده عظيمه. يلا بينا ناخد ام محمد على التليفون واحنا سايبين كده ايه السمنه بتسخن، عايزينها تسخن كويس عشان ننزل فيها اللحمه. يا ام محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي حبيبتي. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي اموريني. انا كنت مخلله سردين وربي طبقه الخضر اللي هي بتاعت العفونه دي، ده يتاكل ولا يترمي؟ لا طبعا ده باظ، ما يتاكلش حبيبتي، بعد الشر عليكي يأذيكي جدا، يعمل لكم تسمم ولا قدر الله، فبلاش منه طبعا. فيديكي البتنجان داير ما يدور، وسعيد الحظ بقى اللي هياكل المقلوبه دي النهارده. انا بزود البتنجان بصراحه، هو الجزء المفضل ليا في المقلوبه اصلا. فبتوصى بيه جدا. واجي كده اضغط. الضغطه دي مهمه قوي لقلبة المقلوبة بعد كده تطلعها مظبوطة. في عندي هنا شوية زيت كده بيبقى من البتنجان، عايزاكم تنزلوه عشان ده بيودي المقلوبة دي في حتة تانية خالص. وهاجي دلوقتي واحط اللحمة المفرومة في السمنة. ومعاها الثوم. هديها ملح. فلفل اسود. وهحط لها رشه من السبع بهارات مش كلها،
هديها بس تقليبه تتشوح تشويحه بسيطه. تشويحة بسيطة خالص للحمة. وعندنا حل من اتنين، يا هنحط الرز عليها ياخد تشويحته معاها، يا اما نحط اللحمة طبقة ونحط بعد كده ايه الرز مكانها. انا بفضل ان انا احط اللحمة طبقة بعد البتنجان، فهعمل كده. وانا مش عايزاها الصراحه تاخد اي تشويح اكتر من كده، هي مجرد الكرمله البسيطه اللي خدتها دي هتدينا نكهه وطعم ملهمش حل. عايزه اجيب كده حاجه تكون ايه مخرمه اطلع بيها اللحمه، عشان انا عايزه كل الدهون والعصاره اللي نزلت من اللحمه تفضل موجوده في الوك. فهاخد اللحمه كده واقلب حله المقلوبه واوزع اللحمه على وش البتنجان. ناخد كل اللحمة وشرايح الثوم طبعا كمان ما بنسيبهاش، بس كده زي الفل. وهتلاقوا بقى هنا ايه اللحمة المفرومة على الوش بريحتها وتشويحتها الحلوة دي. وعندي هنا في نفس الوك هتلاقوا الدهون اللي نزلت من اللحمة والسمنة اللي انا حطيتها طبعا وكل حاجة موجودة زي ما هي. طيب هعمل فيها ايه؟ هاجي انزل الرز ياخد تشويحة فيها، وده بيفرق جدا في النتيجة النهائية للمقلوبة بتاعتي. وهحط له كل التوابل معاه، الكباب الصيني والسبع بهارات والقرفة. وطبعا على فكرة انتوا ممكن تشيلوا كل البهارات دي وتكتفوا بالسبع بهارات، بس تكتروا بقى شوية كميتها. وادي الكركم، وادي ورق اللورة، وهحط له كمان الملح، وادي الفلفل، وهقلب الرز، هجمع المقلوبة واطلع فاصل. ايه؟ هقلب الرز بقى في كل البهاريز اللي كانت في الحلة دي مع التوابل، وده هيصحصح التوابل جدا ويدي كل حاجة طعم خرافي. شايفين منظر الرز بقى؟ ما عادش الرز الأبيض البهتان، بقى رز كده محرمش ومتنكه واخد توابل، والتوابل كمان اخدت حرارة فاتحمصت. ده بالظبط المنظر اللي احنا عايزين نشوفه. الخطوة دي يعني اختيارية، لكن هي طبعا بتفرق في النتيجة النهائية جدا جدا جدا. زي الفل كده. هعمل ايه دلوقتي؟ لحد ما الرز ده ياخد تقليبة كده، هاجي احط القرنبيط كمان على الوش. نفس الحاجة هنوزع. الصرف باين، الصرف أهم حاجة، الصرف باين. يلا بينا وناخد الرز كمان على الوش. بالظبط ده أهم حاجة. ونبدأ بالسباتشولا نفرد الرز واحنا بنكلم مين يا نور؟ أم سيف. يا أم سيف أهلا وسهلا. أهلا بك يا سيف. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ بخير الحمد لله. على فكرة أنا بحبك أوي وولادي بيحبوك أوي. حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا رب. وتسلم إيديكي على كل اللي بتعمليه. تسلم يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويعزك. سيف ابني بس عايز يسلم على حضرتك. ادهوني حبيبتي.
الو يا سيف، ازيك؟ الحمد لله. والله يا شيخ عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي، انت كويس؟ الحمد لله الحمد لله يا سيف، ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا شيخ. شكرا يا حبيب قلبي، تسلم يا رب، ربنا يخليك. طبعا وزعنا الرز على الوش، عايزاكوا بقى ايه، بايديكوا او بمعلقه او باي حاجه، بس المعلقه احيانا بتطرطش فايديكوا احسن حاجه. هتصبوا الشوربه، خدوا بالكوا لو سخنه، من وسط ايديكوا كده. ليه؟ عشان شايفين لو صبنا دايركت بتنعكش الرز، الا لو هتكونوا بطاء جدا. ونيجي كده نضغط الضغطة الأخيرة ونحط على النار، نار عالية لحد ما المرقة تغلي، وبعد كده بنهدي درجة الحرارة ونسيبها بقى تستوي على مهلها خالص. أنا هحطها هنا، عليت عليها النار وطبعا هغطي عليها وهسيبها بقى تعيش حياتها. كل الخضار اللي حطيناه وكل التوابل وكل شوية اللحمة المفرومة، كل ده بقى هينزل طعمه وكل ده هيستوي مع بعض. هناخد شوية مقلوبة ملهاش حل. يلا بينا نطلع فاصل صغير جدا، نروق الدنيا ونرجع نكمل وصفاتنا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل، بيتريقوا عليا عشان في كرسي هنا فوتيه كده كنت بقعد فيه في البريك لما ما يبقاش عندي حاجه اعملها، بيقولوا لي ساره جت من الصالون. ايوه جت من الصالون، مستخسر فيا رايح يا حمدي. انا اصلا يا حمدي كون ان انا بصحى الصبح في هذا البرد القارس وباجي، مش الصبح بس، ياسمين بصت لي رفعت لي حواجبها، اه لان انا ما بصحاش الصبح، ده انجاز في حد ذاته. انا بيتي اولى بيا، انا بيتي اولى بيا، وهذا الشخص الذي نادى بعمل المراه انا يعني هقتص منه يوم القيامه، يعني مش هقول لك غير كده. انا مراه وانا مش عايزه اعمل، انا عايزه اتستت. يلا بينا. في اي مراه هنا عايزه تعمل؟ اهو مفيش، والله مفيش، كله عايز يتستت. عندنا طبخه عدس يا جماعه ملهاش حل. العدس الاصفر احنا حافظين ان هو شوربه بس، في حين ان هو يدخل مع الرز وبيدخل مع الخضار بيدخل مع الكاري بيدخل مع طبخات، بيبقى تحفه ورائع وجميل، وكل البلدان في العالم بتستخدمه في حاجات غير شوربه العدس، احنا بس حاصرينه في ادوار شوربه العدس. طبعا هو شوربه العدس ده دور جليل وجميل وعظيم. بصوا المقلوبه بتبدا بقى المرقه ايه، تطلع البخار بتاعها على فوق شويه كده، لما المرقه تغلي هنلاقيها هي اللي بقت فوق وبقت بتسوي الرز. وممكن على فكره نزود شويه ميه، انا حاسه ان انا محتاجه ازود شويه ميه، بس تكون ميه سخنه طبعا، برضو بالراحه كده. ايوه بس كده عشان تعمل لنا شويه بخار برضو فوق ومغطيين. البخار هو السر في نجاح المقلوبه، لان هي طبقات كتيره وسميكه، فمع تجمع البخار جوه بيضمن ان كل ده مستوي مفيش مشكله. يلا بينا. العدس اللي هنعمله النهارده عدس اصفر بالبطاطس والفراخ، نص كيلو وراك فراخ، ده كل اللي مستخدمينه. تقدروا تعملوها بجناحه، تقدروا تعملوها بصدور، تقدروا تعملوها بفرخه متقطعه 8 قطع، تقدروا تعملوها بمفروم فراخ، مفروم لحمه، تقدروا تبدلوا تحطوا كبد فراخ هتبقى تحفه كمان، براحتكم يعني، هو ده مجرد اقتراح. طبعا الناس بتقعد بقى تنتقدني وتقولي انت بتعملي بفراخ ليه، احنا مقطعين الفراخ. طب ما اللحمه برضو غاليه يا جماعه، ما انا هعمل ايه، انا بحاول يعني اظبط لكم الدنيا في حدود اللي متاح ليا، فما تزعلوش مني والله يعني، انا وبديكم كل البدائل اللي في الدنيا يعني. ممكن دي تتعمل خضار وعدس بس، ما فيش مشكله خالص، نشيل اللحوم اطلاقا منها، ممكن نحط بدل اللحوم مشروم، بدل اللحوم حمص، كل ده شغال ومش هيقول لا خالص. فانا والله بحاول اساعد معاكم بقدر الامكان في حدود اللي اقدر عليه وفي حدود الحاجات المتاحه ليا. بس هو فعلا زي ما الفراخ غاليه وانتوا عايزيني اقطعها، ما هي اللحمه برضو غاليه، ما اقدرش اطبخ لكم كل حاجه بلحمه، وما اقدرش اطبخ لكم كل حاجه بمفروم، فبحاول اوازن يعني حبه كده وحبه كده. يلا بينا. عندنا نص كيلو اوراق دجاج، كوبايتين من العدس الاصفر، ثلاثه بطاطس مكعبات، كوبايه بسله وبصله مفرومه، معلقه كبيره من الثوم المفروم، مرقه
معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، رشه من جوز الطيب، ملح وفلفل اسود. عايزاها هتبقى مش بيضه، انا عاملاها بيضه النهارده، عايزاها بصلصه، هتحطي معلقتين صلصه في وسط الطبخه دي وتبقى تحفه. انا هاخد البصل هحطه على النار واسيبه ينزل ميته في السمنه، يعني مش لازم استنى السمنه تسخن، عادي ممكن احط السمنه بارده والبصل معاها على طول وهما الاثنين يسخنوا مع بعض، هتبقى جميله. ادي السمنه وهحط معاها زي ما قلت لكم البصل من الاول على طول، مش هستنى. ممكن احط شويه جزر مكعبات كمان في الوصفه دي، شويه كرفس لو عندي، كل الحاجات براحتكم يعني بالموجود، هتطلعوا طعم تحفه. بصوا المقلوبه اهي بدات ايه تقول. انا بحب اجي كده كل شويه واقوم ايه مسويه الوش. وغطي بقى عليها عشان حبسه البخار اللي اتفقنا عليها. نقلب بقى السمنه وسط البصل. ريحه البصل وهو في السمنه تحفه. يلا بينا هنزل كمان الثوم، وهنزل معاهم شويه اوراك الفراخ اللي انا حطاهم مع التوابل. وزي ما اتفقنا عايزين نحط اوراك الفراخ، تمام، عايزين نحط مفروم، اوكي. عندي شويه لحمه مكعبات عايزه احطها، شغال من غير لحمه خالص، مش هيقول لا. شويه لحمه، شويه ملح قصدي، شويه ملح وفلفل، وادي فلفل. انا هحط كمان رشه جوزة الطيب، كل التوابل اللي اسعارها غاليه يا جماعه، جوزة الطيب والحاجات ممكن تستغنوا عنها عادي جدا، وزي ما قلت لكم تستبدلوها بخلطات البهارات، مش هيكون في مشكله. يعني مش لازم اجيب 100 نوع بهارات، بس ممكن اجيب 7 بهارات مثلا تبقى عندي، ممكن اجيب بهارات لحمه، ممكن اجيب بهارات فراخ، هتحل لي ازمات كتيره جدا من غير ما اضطر اجيب 100 نوع من التوابل. يعني ده دايما طريقه عظيمه للتوفير، لان اكيد التوابل بتضيف للاكل وكلنا بنحتاجها في طبخنا، بس ايه بقت غاليه، فخلطات التوابل بتحل لنا الازمه دي. يعني ال7 بهارات لو عندك في البيت حرفيا انت ممكن تعملي بيها كل حاجه، مش هتقول لا خالص صدقيني. مقلوبة شغالة زي الفل. معانا أسمة، مدام أسمة على التليفون. يا أسمة ازاي حضرتك؟ لا أنسة. ايه؟ أنسة. ازاي حضرتك؟ أنسة أسمة الجميلة، ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ ازاي حضرتك؟ والله أنا بحب حضرتك جدا، مبسوطة إني بكلمك جدا جدا. تسلمي لي يا رب، أشكرك يا حبيبتي. كان نفسي بس حضرتك تتكلمي عن التنمر. أنا عندي 24 سنة. تمام. وسبت شغلي مثلا 3 مرات بسبب التنمر. هو يعني انا ما فيش حاجه، انا حلوه وكل حاجه وجسمي حلو الحمد لله. طب بيتنمروا عليكي في ايه؟ عندي مشكله في عينيا اليمين. عندي انكسار يعني ايه 3 مللي تقريبا ونص، ما كملتش حتى 3.5 مللي. عندك ايه في ايه عينك معلش؟ عينيا اليمين فيها حول بسيط بنسبه 3 مللي مثلا. تمام. طب وسبتي يعني شغلك 3 مرات؟ والله لا مش نفس الشغل، يعني كذا شغل. طب هسألك سؤال، انت كده بتساعدي ان التنمر يزيد ولا يقل؟ مش فكرة كده، بس فكرة ان الناس اللي بتتنمر مش بيبقوا متخيلين ممكن يأذوا اللي بيتنمر عليه قد ايه. تقومي انت بقى تخليه ينتصر عليكي لدرجة انه يسيبك شغلك؟ يعني انا حتى عارفة حضرتك انا يعني لا والله مش كده، بس يعني حتى انا مش صغيرة، بس مش عارفة اتحكم في اني ما اتضايقش او ما ازعلش. لازم تتحكمي. هقول لك يا اسماء، انت بتشوفي الناس مثلا اللي بيطلعوا على التلفزيون كميه التنمر اللي بتبقى عليهم في التعليقات؟ ساعات بتفرج صراحه. متخيله ان انا اسيب شغلي علشان شويه تعليقات وحشه كتبت لي؟ والله دي حقيقه، بس يعني الحمد لله انا بصلي كمان، يعني الحمد لله ما بقطعش فرض ولا حاجه،
بس يعني بتأذي ممكن من الكلام اكتر. اوعي يا اسماء اوعي، ده يصعب عليكي، ده اللي بيتنمر عليكي ده ناقص بني ادم. والله العظيم يعني انا يعني الحمد لله انا شكلي حلو وجسمي حلو يعني الحمد لله، ومش مالوش لا مالوش علاقه. حتى لو انت مش جميله، هو احنا لازم كلنا ربنا يخلقنا فلقات قمر يعني؟ لا، لكن تسيبي شغلك يا حبيبتي علشان حد تنمر عليكي؟ طب ما انت كده عماله تنصري التنمر. انت عايزاني اتكلم ان التنمر ما يبقاش هو يعني اتكلم ضد التنمر، بس انت من غير ما تقصدي حبيبتي انت اول واحده نصرتي التنمر. بسيبانك من حضرتك طلب برضه، لو حضرتك بس توعديني انك عمرك ما تعملي كده تاني. والله العظيم انا بحاول اقسم بالله. اوعي يا بنتي، ده انت قويه وجميله، وربنا ربنا بيحب المؤمن القوي مش الضعيف. ربنا يخليكي. انت عايزه تبقي احب الى الله ولا اقل حبا الى الله؟ والله العظيم ربنا يعلم، انا قريبه من ربنا الحمد لله. يبقى اللي يكلمك على عيب فيكي ربنا حاطه، تحطي صوابعك العشره في عينه وانت كلك ثقه. الحمد لله احنا احسن من غيرنا برضه. طبعا يا حبيبتي، ده انت جميله وقمر، ايه المشكله يعني؟ عندك حاجه في عينك؟ كلنا فينا بالهبل، في اللي عيبه مستور وفي اللي عيبه باين. الحمد لله. فاوعي تعملي كده تاني، اوعي تكملي في شغلك وتمشي كده مرت الراس ولا يهمك حد. كان نفسي اطلب من حضرتك طلب. قولي لي يا حبيبتي، قولي لي يا روحي. انا محتاجه عمليه، عمليتي ب 3600 جنيه. تمام. لو حضرتك تقدري او حد من اللي عند حضرتك او حد من اللي سامعني عند حضرتك. ال 3600 جنيه دول يعالجوا المشكله اللي في عينك؟ اه والله. طب وحياه ربنا لا هتعمليها، خدي يا نور التفاصيل كلها وخدي تليفونها. نعم، ما عنديش اي مشكله. يا سلام، والله ما هيعدي النهارده غير وانتي عاملاها ان شاء الله ان شاء الله. ده نور. طيب تمام. يلا احنا بنقلب. لا مش هنطلع فاصل، نطلع فاصل ليه؟ مفيش حاجه تضايق، ده احنا النهارده يوم جميل اهو، هنحل مشكله حد وهي اصلا ما عندهاش مشكله، هي بس حاجه طبيه وبنعالجها، مفيش زي اي حد عنده اي حاجه. بالظبط، هي لازم الاول ايوه عالجي نفسك، يعني عالجي قلبك انه يقبل اي حاجه. وان دايما يا جماعه هقول لكم حاجه، عندنا مشكله الناس اللي اتربت، انا مثلا يعني أمي مثلا ما زالت بتعاني من المشكلة دي لحد دلوقتي. أمي ست طيبة جدا، اتربت في عيلة طيبة جدا وأمها طيبة جدا، فهي دايما بتتوقع الطيبة المفرطة في البشرية، فلما بيجي عكس كده ولو حتى عكس كده إيه 1% بتتصدم صدمة كبيرة قوي وتبقى مش مصدقة وتتلبخ كده وما تعرفش تتعامل. فدايما أقول لها حاجة، أقول لها أسوأ حاجة ممكن تعمليها لنفسك إنك تفترضي إن كل الناس زيك، صوابعك مش زي بعضيها، النيش مش زي بعضيها. فطول ما انا بفترض ان كل الناس هتبقى بالظبط زيي انا هفضل اتصدم طول حياتي. لازم اتوقع ان الناس مختلفه عني. في ناس اتربوا تربيه مش سويه، احيانا برغبتهم احيانا غصبا عنهم، ظروف اتعرضوا لها. في ناس مبادئهم في الحياه غيري، في ناس وجهه نظرها غيري، تختلف الاراء. ممكن اللي انا شايفاه حلو حد تاني شايفه وحش والعكس صحيح، ممكن كلمه حد يبقى معتبرها تنمر حد تاني الطريقه اللي اتربى بيها تخليه ما يعتبرهاش تنمر ويعتبرها خفه دم، لكن هي مش خفه دم، هي ممكن تكون جرح لحد تاني. فاول حاجه محتاجه محتاجين كلكم تعملوها عشان قلبكم يهدى من اي ضرر، ان ما تتوسموش ان كل الناس زيكم، وما تتوسموش ان عشان انا عملت اللي من وجهه نظري صح فبالضروره اللي قدامي هيكون شايف ده. لا خالص خالص والله. وتاني باكد على ان ده مش معناه ان لازم انا صح واللي قدامي غلط، هو احنا مختلفين. فهنا تيجي ضروره التوافق في الحياه، عشان كده بنحاول طول الحياه بنسعى ان احنا ندور على ناس احنا متوافقين معاهم، سواء في علاقات صداقتنا او في علاقاتنا الـ الـ الشخصيه، او بنحاول ندور على التوافق باكبر درجه عشان نقلل من الصدمات دي. ولكن هل احنا هنلاقي ناس نسخ كربون مننا بيفكروا زينا وارائهم زينا وبردود افعالهم زينا؟ استحاله. فلازم نتصالح نفسيا مع فكره الاختلاف، ونتصالح نفسيا من اللي بيأذيني احيانا هو مأذي من قبلي،
هو حد قبلي اذاه فهو بقى هذا الشخص المؤذي. فانا المتنمرين بالذات انا بشفق عليهم، واكاد اجزم ان انا في حياتي ما قابلتش حد متنمر الا ولقيت حياته مزريه بجد والله. احيانا كده لا، احيانا يا حمدي يعمل ايه، حد يكتب لي كومنت ابص كده اقول يعني ده كومنت ما يطلعش ابدا من حد سوي، لا يمكن. فيثيرني الفضول اني ممكن ادخل على بروفايل الشخص ده، ادخل ابص فبيبان كده حاجات معينه تبينك قد ايه هو حياته مش تمام. الاقي مثلا واحده بتكتب لي مثلا حاجه، اه ما انت مبسوطه وفرحانه في حياتك وبتتصوري وبتعملي، ادخل مثلا على بروفايلها الاقي انها ما بتنزلش اي صور ليها، كلامها كله كده فيه قهر وكبت، فاعرف ان في حد في حياتها بيمارس درجه من القهر او من الكبت او من الخنق عليها مخليها تفش غلها فيا. فبدل ما انا انزعج منها بنزعج عليها فما بتضايقش. فدايما فكري كده، حللي شخصيه اللي قدامك هو ليه قال لي كده، فاحيانا ده هيخليكي تشوفي جانب اخر تماما للموضوع. يلا بينا ناخد ام ايه واحنا بنحط العدس، وقبل ما نحط العدس خلونا نحط المرقه تغلي الاول احسن. يا ام ايه اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ سارة، عامله ايه حضرتك؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. انا بتصل مخصوص عشان اشكرك على انسانيتك والله. يا حبيبتي يعني مفيش حاجه، الواحد بيتعلم منك كتير. لا شكر على واجب، ما عملتش حاجه، وحقيقي ما حدش يشكرني على اي حاجه. لا والله انت يعني البرنامج انا بزعل منك لما تقولي مجرد برنامج طبخ، لكن هو مش برنامج طبخ، كفايه المعلومات الحلوه اللي بناخدها منه. وهو بالنسبه لي مش مجرد برنامج طبخ حقيقي يعني. بشكرك يا حبيبتي بشكرك. مفيش حد يا جماعه مش محتاج يتصل يشكرني ابدا خالص خالص خالص، مفيش اي حاجه. الناس لبعضيها الناس لبعضيها. يلا بينا هنستنى بقى ولا نستناش؟ نستنى ولا ما نستنى؟ مش لازم نستنى، مفيش ضروره يعني. ده مش رز ولا مكرونه مستنيين ان المرقه تغلي، ممكن نحطه من دلوقتي. فخلينا نحطه من دلوقتي انجازا للوقت، وطبختنا كده جهزت. هتلاقوها اخده لون محمر جميل كده، ده من البابريكا، وممكن ياخد نفس لون. ما عنديش بابريكا ساره، البابريكا غاليه والله يا ساره، مش عايزه اجيبها، مش عايزه ازود في التوابل بتاعتي، انا بوفر اصلا. ولا يهمك يا ستي، شيليها تماما ولا كانك سمعتيها اصلا، وحطي شويه صلصه مش هيجرى اي حاجه. هنحط بقى نظبط الملح، ونظبط فلفل، وكان الله بالسر عليم. هنسيب الكلام الجميل ده كله يستوي مع بعضه. البطاطس هتاخد من طعم العدس، من طعم الفراخ، من طعم البسله. الوصفه دي كمان تتعمل تحفه بالسجق، لو حابين بالسجق تبقى جميله جدا وتبقى عظمه. هنغطي عليها تغلي ونطلع فاصل صغير جدا. قبل ما نطلع الفاصل تعالوا نلقي نظره على المقلوبه وصلت لايه. بصوا يا جماعه المقلوبه، المقلوبه بتغلي، فما دام المقلوبه بتغلي انا محتاجه اوطي النار علشان اضمن ان ما يحصلش اي مشكله. والمقلوبه دايما خداعه، تبصوا كده تقولوا ايه ده، يا لهوي ده ما فيش اي ميه على الرز هيستوي ازاي؟ تقلقوش، في ميه كتير عماله تعمل بخار كتير، والرز بيستوي وكل حاجه هتبقى زي الفل. انتوا بس هدوا النار عليها، لو النار بتاعتكم عاليه حطوا صاجه فرن وسيبوها تكمل سوا وهتطلع زي الفل معاكم. يلا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل حلقتنا، مستنياكم. رجعنا من الفاصل والمقلوبة بتاعتنا ما زالت على النار. عايزة كده اطمن، فعايزة بس اخد كده من الرز اطمن انه بيستوي برضو، نطمن برضو. هو شكله باين طبعا انه بيستوي، بس انا عايزة اقول لكم مستوى ناقصة ملح، بس ان شاء الله مع الحاجات الحاجات هتظبط. والله استوى، شايفين بقى ازاي المية مش لازم تكون مغطية خالص، استوى كويس كمان. نحسبها على البخار لاخر الحلقه. تعالوا نبص هنا على طبخه العدس اخبارها ايه. بصوا الحلاوه، احنا على قد سوى العدس والبطاطس ما بياخدش وقت خالص يا جماعه، والفراخ طبعا اوراك هتستوي معانا في اسرع وقت. طبعا حاولوا تقطعوا البطاطس مكعبات صغيره، كنت المفروض اقطعها اصغر من كده كمان عشان ننجز مش اكتر يعني. يلا بينا تعالوا نعمل الفته لحد ما ايه بقيه الحاجات تستوي. فتة حمص بالبتنجان، يعني
من احلى الاكلات اللي ممكن تاكلوها، ولا تقولوا لي لحمه ولا بطيخ، هي تحفه زي ما هي كده. حتى لو عندكم لحمه اعملوها كده برضو، تجنن يا جماعه، وفعلا جميله. وهي بتتعمل بالفراخ وبتتعمل باللحمه وبتتعمل بحاجات كتيره، احلاهم بدون اي منازع هو البتنجان. مقاديرها: كوبايتين من الحمص المسلوق، 2 كيلو من البتنجان الرومي مقطعينهم مكعبات، طماطمتين مكعبات، بصلتين مفرومين، نص كوباية من الكزبرة المفرومة، وست فصوص من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة صغيرة من السكر، مرقة وسمنة، ومعلقتين صغيرين من السبع بهارات، عندنا كمان ملح وفلفل اسود، عيش لبناني مقطعينه مكعبات وقليينه، وعندنا كمان صوص الزبادي او اللي هو اسمه التراتور، ده اسمه كده في الطبخ يعني، او من المطبخ الشامي ده اسم الصوص. انا هنقل بس الحله بتاعت العدس على عين تانية عشان انا احط الووك بتاعتي تسخن على العين دي، فانا هحط دي هنا وهجيب الووك هنا. الصوص بتاعنا: كوبايتين من الزبادي وكوبايه من الحمص المسلوق، بس لو انتوا عايزين تطحنوها معاه انا مش هطحن معاه، هكتفي بالحمص اللي انا حطاه عشان الصوص يبقى خفيف كده. معلقه صغيره من الثوم المفروم، معلقتين كبار من عصير الليمون، واربع معالق كبيره من الطحينه، زيت زيتون، ونص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه صغيره من الكمون، رشه من جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. ونبدا نحضر كده لطبقنا واحنا واقفين. بصوا بقى هناخد ايه، البصل، وهاجي هنا احط شويه سمنه، ومعاهم على طول هحط البصل. هسيبهم يتبلوا مع بعض عبال ما اعمل الصوص. اجيب سباتشولا ومضرب سلك، ونحط مكونات الصوص كلها، الزبادي الطحينة عصير الليمون، الثوم، كزبرة، كمون، شوية زيت زيتون، ملح، رشة ملح، واحب احط رشة فلفل كمان صغنطوطة. اجدي بصه بس على البصل كده اخباره ايه، بيدبل اهو تمام. هاجي احط للبصل الثوم، ياخد تقليبه كده معاه برضو، ريحه المقلوبه مش يعني، انا عماله اقلب في البصل وسرحانه في ريحه المقلوبه من حلاوتها. وادي الصلصه، اوكي، عايزه ادي صلصه تقليبه، مع الثوم عشان انا اتفقت معاك والصلصه لما بنقلبها بتبقى احلى كتير، صح؟ مش احنا متفقين الاتفاق ده من زمان؟ احنا اتفاقاتنا ايه ثابته بنلتزم بيها طول الوقت. تقليبه،
طماطم كزبرة شوية سكر بهارات نقلب كل الكلام الجميل ده سوا وهحط شوية مرقة وعايزه احط الحمص كمان معاه، هيشرب الحمص من الصلصه دي هيبقى فظيع يا جماعه. وهسيب كل ده يغلي مع بعضه ويبخر السائل ده، مش هحط البتنجان، البتنجان هحطه مع الصوص ده، فهيبقى الصوص مدي طعم للبتنجان والبتنجان محافظ على نفسه كده ايه وماسك نفسه. انا بس هحط كل الحاجات دي مع بعض تغلي كده وايه وتاخد طعم بعض وتتظبط اكتر بكتير. طيب عندنا الصوص، احنا جمعنا مكوناته ولكن ما قلبناهوش حتى. ما نقلبش ده؟ طيب يلا تقليبه. وانا بحب اخفه بشويه ميه دافيه كمان بالتدريج لحد ما تلاقوا الصوص بتاعكم ظبط. احنا مش عايزينه لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، تقيل قوي بيبقى دمه تقيل، خفيف قوي بيبوش لنا الرز وبيبقى صايص كده، فاحنا عايزين الوسط، خير الامور الوسط. واعتقد ان ده الوسط وزي الفل. تعالوا نختبره كده بالمعلقه نشوف ايه تمام ولا عايز اكتر. بصوا كده، بصوا زي الفل، تقيل بس مش مكلكع وملبد وماسك في المعلقه وبينزل، لا عايزينه ينزل كده سائل، وده كده مظبوط معانا. هنخلي الصوص على جنب، البتنجان موجود، العيش موجود، كل امورنا تمام. هنطلع فاصل نروق الدنيا ونقدم لما نرجع، فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل، الحمص على النار مع الطماطم والحاجات اللي عملناها، سايبينه يستوي ويدوب ويروق كده. طبخة العدس غرفناها، بصوا شكلها هيجوع ازاي، شكلها تحفة. وعندنا بقى دلوقتي الفتة، هبدأ بالعيش. سوري ده طبق المقلوبة، هو انا لخبطت الدنيا ولا ايه يا نور؟ صح انا لخبطت الدنيا، ايوة كان المفروض ده غرفه في الطبق الغويط. تعالوا تعالوا نعمله في بايركس، نعمل الفته في البايركس، مجراش حاجه. يلا حتى عشان طبقتها تبان. هحط العيش مفيش رز بقى فمكترين في العيش، عايزين تكتروا تعملوها برز ممكن. وهاخد فوقه البتنجان
بعد البتنجان هاجي احط الصوص. يلا بينا. كان ممكن احط الصوص على العيش الاول، بس يعني انا بصراحه بحب كده اكتر بكتير، بيدي طعم اكتر وبيحافظ على العيش مقرمش اكتر لما احطه على البتنجان. وبراحتكم الترتيب بصراحه ملوش اي صح وغلط، انتوا عايزين ايه واللي نفسكوا فيه. انا بعمل ايه، بحط اغلبيه الصوص تحت وبسيب حبه بحطهم فوق الحمص. طيب الحمص اهو، هجيب معلقه. انا بقى عايزه اخد الصوص اللي في الحمص او لا، ده شيء يرجع لي هو، طبعا تحفه وانا بحب اخده كده. قولوا لي بقى ان دي اكله يعني محتاجه اي لحوم، والله العظيم يبقى بيهزر اللي يحط لها لحمه، هي تحفه زي ما هي كده. في اكلات حقيقي مش كل حاجه احلى باللحمه، في اكلات لا العكس احلى من غير لحمه. الفته دي منها تماما 100% حقيقي احلى من غير لحمه، حسها اضافه ملهاش اي لازمه، لان المطاعم بيعملوها ويقوموا ايه رازعين فوقها شويه فراخ ولا شويه مكعبات لحم، بحس ملهاش اي لازمه حقيقي، هي حلاوتها كده. يلا بينا. عشان كده بقى قلت لكم بحب اخلي شويه صوص على من الصوص اللي انا استخدمته او اللي عملته. الصوص ده اسمه تراتور، صوص زبادي بالطحينه، مفيش اي حاجه اختراعات يعني. عشان اجي بقى على الوش وندلع كده الوش تاني. عايزه حاجه خضرة يا نور. بصوا بقى عملنا كميه قد ايه، بولا حاجه حرفيا، تكلفه معقوله جدا جدا للطبق ده. عارفه كله هيقعد يقول لي كل حاجه بقت غاليه، عارفه عارفه والله، بنشتغل في حدود الموجود والمتاح واللي نقدر عليه اهو، فمعلش ربنا يعديها ان شاء الله. المقلوبه بقى عايزاكم تشيلوها من على النار وتسيبوها على جنب تهدى. ما عنديش انا طبعا الرفاهيات دي، فانا هقلبها على طول، وادعوا لي بقى اعرف اقلبها اصلا بايديا المفستكه المهستكه بتاعتي دي، والميكي ماوس اللي انا لابساه ده مش مناسب لشخصيتي النهارده خالص، اعتقد ان انا مش هقدر اقلبها. عماله افكر ايه اللي ممكن اعمله، انا مش هقدر عليها، تقيله على ايدي. تيجي تعملها؟ لا ليه؟ يلا اعمل كده. اه يلا بسرعه. وانا برضو هحاول. بسم الله الرحمن الرحيم. لا انا حاسه انها مش تقيله جدا عليا، تقيله جدا على ايدي، ده انا مش قادره اشيلها اصلا من غير ما اقلب. يلا يلا حد يجي يساعدني، عايزين ايد رجوليه تتحمل هذا الوزن. انا عماله يعني ايه اشاور نفسي اقلب ولا ما اقلبش، بس خايفه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عارفين تحسوا قد ايه هو قرار تافه، بس قد ايه هو قرار مصيري بالنسبه لي دلوقتي، اقلب ولا ما اقلبش. لا لا ياسمين بتقول لا، هتتصرف انت. اه تعالى. لا ده هي اصلا تقيله عليا من غير ما اقلبها، فانا مش متخيله لو قلبتها ايه اللي هيحصل في معصم قلبي. ماشي، هي مش سخنه مش سخنه، هي بس عايزه ايد تتحمل، وانا معصم ايدي يعني اللي ما يعرفش لسه بيتفرج عليا عندي مشكله فيه انه ضعيف جدا، فما بيتحملش خالص اي وزن، فحتى العجن ما بقدرش اعجن بايدي، فدي تقيله جدا عليا ممكن تعملي مشكله.
تعالوا كده نشوف اللي قدمناه لحد ما ايه حمدي كتر خيره هيدخل يقلبها لي. نعم انت داخل، يلا بينا حمدي جاي على الهوا يا جماعه. ماي هيرو. ايوه انت اللي هتجيبها صح. استنى ريدي ستادي جو. الله عليك. حبيبتي تسلم ايدك يا حمدي. شكرا شكرا شكرا. نقلب لك مقلوبتك في الافراح ان شاء الله. يعني النهارده نسيب ايه يا امي، احنا مقلوبتنا واثقين فيها. نور عمال. عايزه اقول لكم يا جماعه ان في تسقيف في الكنترول، كاننا في لحظه عبور مثلا، في لحظه العبور. تسلم ايديكم. طبعا انا كنت لا يمكن هعرف اعمل القلبه دي بايدي المخستعه المفستعه اللي بايظه دي، ما كنتش هعرف خالص اعمل اللي حمدي عمله ده. فبشكرك يا حمدي، انت انقذت مقلوبتنا النهارده. بقول لك ايه، احنا خلاص من النهارده المقلوبة دي، الوصفة دي بالطريقة دي اسمها مقلوبة حمدي. كل ما اعملها هسميها مقلوبة حمدي، والله العظيم ما بهزر. يعني انا هنزلها على في المقادير النهاردة مقلوبة حمدي، هي خلاص على اسمك. ربنا يخليكم يا رب. والله العظيم يا جماعة الحاجات اللي بتحصل دي عايزة اقول لكم ان هي منتهى العفوية، وهم فعلا على. وعايز لو اوريكم ياسمين قاعدة تشاور لي لا ما تقلبيش كنترول، لا ما تقلبيش، كله خايف عليا. وحمدي على طول كلم الإدارة أخد أوكي إن هو يدخل على الهواء يقلبها لي. فالحاجات دي ما تحصلش في مكان الناس اللي بتشتغل فيه ما بتحبش بعض، ده ما يحصلش غير في مكان الناس اللي فيه بتحب بعض وكلهم همهم حاجة واحدة بس، إن أنتوا في الآخر يطلع لكم حاجة حلوة. فإحنا شعارنا هنا كله بالحب يا فوزي. ده شعار القناة أصلا كلها. يعني بص قلبت مقلوبة ما تطلعش غير من أستاذ، والله أنا فخورة بيك جدا. بصوا الجمال شكلها يجنن. شوفوا أنا بقى كنت هزعل إزاي، عايزة أقول لكم يعني هنحط لها فول سوداني دلوقتي. أنا كنت هزعل جدا لو ما قلبناهاش، فبصوا حاجة عبيطة قوي بس كان هتضايقني بجد. فيعني هو فعلا أسعدني النهاردة وأدخل السرور على قلبي. يلا خلصنا شوية حاجة خضراء للفتة اللي شكلها يجوع الشبعان دي. دي بقى كده ايه، تجيبوا معلقة وتقوموا داخلين غطسين فيها. المعلقة لازم تطلع بكل الطبقات، يعني تطلع بالصوص والعيش وكل حاجة. أكلة محترمة. أنا كنت كلت قبل كده من حد عزيز عليا، كلت منها مقلوبة الله يرحمها يا رب ويحسن إليها. اكلت منها مقلوبه وكانت حط عليها فول سوداني، خلصت والله. واذا بالفول السوداني يا جماعه يودي طعم المقلوبه في حته ثانيه خالص، فمن ساعتها بقيت احط على المقلوبه فول سوداني بس، حتى وان كان عندي كل مكسرات العالم ما بحطش برضو غير فول سوداني. بحط على الوش كده يخليها تحفه وصحه وهنا يا رب على قلوبكم. اكل النهارده كله في التوفير وكله في اللذاذه وكله جميل جدا، وايه جربوا وقولوا لي رايكم. يلا بينا. ودي كانت حلقتنا النهارده، عملنا طبخه عدس على البوتاجاز كده مع شويه فراخ، وعملنا طبق فتت البتنجان بالحمص التحفه اللي انتوا شايفينه ده، الالوان تجنن. وعملنا كمان مقلوبه حمدي اللي اتقلبت النهارده بكل كفاءه وطالعه معانا بصوا قمر ازاي. تسلم ايديكم كلكم، كل اللي ساعدوني النهارده. وهذه المقلوبه قصه نجاح هنفضل نحكي، اعتقد ان احنا هنفتكر الحلقه دي للابد صح؟ هتبقى من الحلقات اللي عمرنا ما هننساها. في حلقات كده بيحصل فيها حاجات خلاص بتعلم في دماغنا عمرنا ما بننساها ابدا، فاعتقد دي واحده منهم هنفضل نفتكرها طول الوقت. والحلقه النهارده حقيقي يعني نورت كده وزادت جمالا بان حمدي دخل فيها. شكرا يا حمدي، تسلم ايدك يا رب. صحة وهنا يا رب عليكم. اعادة النهاردة الساعة 8:15 لاي حد فاتوا الوصفات. وطبعا عندنا اعادة تانية الفجر للناس السهيرة اللي بيبقوا سهرانين معايا بالليل ونقعد نهس مع بعض على السوشيال ميديا. وبكرة موعدنا الساعة 1 زي ما متعودين في حلقة جديدة من سنة اولى طبخ، برضو وصفات موفرة جدا الاسبوع ده كله كده.
كل وصفات موفرة جدا ولذيذة جدا، يعني ما اعتقدش ان احنا سفرة بالمنظر ده تزعلنا في اي حاجة. صح، هنا وصحة وهنا عليكم يا رب، واشوفكم بكرة في حلقة جديدة. كنت معكم سارة عبد السلام، وموعدنا بكرة الساعة 1 بإذن الله. نتقابل على خير، مع السلامة.